بالكيران هذا شغله، لان القالب على راسه هذا هو على راسه، داك الشيء ما كان يؤمن به او ما كان يرواج لا نقالب عليه. حنا بالنسبه لنا ماشي زعما مفاجاه ولا صدفه، لا هذه تربيه الانسان. حيت ملي تجي تعين شي واحد ولا تجي تعطي شي مسؤوليه تشوف تاريخه بعد، ابن من وتاريخه كيفياش النشاه ديالو، ماشي بغا تعطي المسؤوليه ديال البلاد لا او ديال الحزب او ديال الجمعيه. السيد ملي كان في الاعدادي والثانوي كان في الشبيبه الاستقلالي حصل الشكام وطردوه، كان في الشبيبه الاتحاديه حصل الشكام وكانت حلقيه في الرباط عليه من طرف الطلبه وطردوه، جاء للمحمديه مدرسه المهندسين دوز سنه علاش خرج، حصلوه في الاداره تيشكم بالطلبه، انا ذاك الاتحاد الوطني للطلبه والاتحاد تيشكم بالطلبه وداروا عليه حلقيه وهرب، وتما بدل ودخل الشبيبه الاسلاميه باش يحمي واحد في الجامعه اللي مشى في الماء بقى يتحمى. هذا ولي هذا الشيء ديالو راه ماشي اللي اليوم بدا هذا الشيء تيمداح وقال لك هو عنده حزب مناضلين ديالو خسروا الدماء ديالو من اجل البلد، والملك عنده حزب يضحي من اجله. الملك عطال عليك السي بوكير، الملك راه الملك ديال الشعب كله ماشي ملك حزب. الملك كله في الحزب ديالك اللي هو مشتت ومنخور من الداخل.